يلا كده يا سنة رابعة، خدنا مع بعض النهاردة هابيتات. ايه معنى هابيتات؟ الموطن او البيئة. خدنا كم نوع؟ ثلاث انواع للبيئات. اول نوع عندي البيئة الزراعية، agricultural habitat. agricultural يا انس ماشي الماوس. انس ايه معنى البيئة الزراعية يا انس؟ agricultural habitat. طب تيجي نعرف التعريف بتاع agricultural habitat. farmers work here. farmers work here يعني الفلاحون يعملوا هناك. بيعملوا ايه؟ هناك. طيب ايه بيعملوا ايه؟ they grow food for us. for us to eat. طب تاني، farmers work here. they grow food يعني بيزرعوا الطعام. for us لنا to eat لنأكله. طيب انا عايزه حد شاطر كده يعرف لي agricultural habitat. ارفع ايدك بس، ارفع ايدك ميمس، ارفع ايدك بس. يلا كده يا اسماء، ايه الagricultural habitat؟ farmers cut your mouse. اسمع زينب، farmers work there. they grow food for us to eat. برافو عليك، سافه. قول اسماء، سافه. قول اسماء. تيجي مع بعض نشوف البلانتس النباتات اللي بتنمو في البيئه الزراعيه. اول حاجه عندي اورانج تري. اورانج تري يعني شجره الايه؟ البرتقال. شجره ايه؟ البرتقال. ثاني نوع من البلانتس بين بلانت. بين ايه معنى بين بلانت؟ نبات الفول. انا عايزه حد شطور زي انس يقول لي انواع النباتات اللي بتنمو. حاضر، معلش. اي انس سرحان مني انت، قول. علي صوتك. انواع النباتات سابق بلا الانس. اورانج تري وبين بلان. طيب حاضر. تاني نوع من انواع البيئات ريفر اند ليكس. ريفر اند ايه؟ ليكس. ايه معنى ريفر؟ ريفر يعني النهر، اند ليكس يعني البحيرات. يبقى الانهار والبحيرات تاني نوع من انواع الهابيتات. طب تيجي نعرف مع بعض انهار. بقول لك بلانتس النباتات نير ريفرز بالقرب من الانهار اند ليكس. النباتات القريبه من البحيرات والانهار نير تحتاج الوت فودر الكثير من الميه. يبقى انا عندي بيئه الريفرز اند ليكس الانهار والبحيرات النباتات بتحتاج الى الكثير من الماء. طب ايه الانواع دي؟ ريد يعني القصب، لوتس فلاور. لوتس فلاور يعني زهره الايه؟ عايزه حد شاطر زي اسمك يا امنه؟ عايزه صوتك يا امنه، والله كلكم حاضر. يلا يا امنه، ريفر اند ليكس. عارفه ده؟ يلا كده يا امنه، هنا ريفرز اس، هنا ريفرز اند ليكس. طب ايه انواع البلانتس النباتات؟ طيب ريد. ايه معنى ريد؟ القصب. طيب تاني نبات لوتس فلاور. لوتس فلاور يعني زهره المين. اللي سابق بينا الامنه كده، عايزه حد تاني شاطر يقرا معايا بيئه الانهار والبحيرات. يزيد. ايه يزيد سمعني صوتك. حاضر يا مؤيد. حاضر. ريفرز ليكس. ليكس املها ريفر اند ليكس يا حبيبي. ليكس يا بابا. نيد الوت اوف ووتر. ايه انواع النباتات بقى؟ ريد لوتس فلاور. سافه بلا يزيد كده. تيجي مع بعض. حاضر يا مؤيد. نشوف مع بعض اخر نوع من انواع البيئات، ديزرت هابيتات. ديزرت عايزه حد شطور سؤال بره الدرس يعني لو عارف ارفع ايدك بس، ارفع ايدك بس. والسؤال ده اتكرر كتير. لو انا كلمه ديزرت ضفت لها حرف الاس تاني، حرف الاس تاني، ارفع ايدك بس. كلمه ديزرت